مرحبا والسلام عليكم. أهلا وسهلا بكم الجميع إلى قناة تعلم هندي بالعربي. هلا راح نتكلم عن مثلا بتسأل عن الجو، بدك تروح مشوار، بدك تعرف الدنيا شو برد، فبدك تسأل عن الجو مثلا كيف اليوم، مثلا الطقس أو الجو. فكيف الطقس أو الجو اليوم اللي هي بالإنجليزي How is the weather today? How is the weather today? يعني بتقولها حسب شو اللهجة. بالهند اللهجة اللي بقولوها How is the weather today؟ هاي اللهجة الهندية. فتعال هلا بدنا نتكلم كيف بالهندي. شو بدك تحكيها؟ آج. شو بتقول؟ آج. آج يعني اليوم. شو معنات آج؟ آج يعني اليوم. فإذن أول شيء هنا آج، بقول آج، خلينا نكتبها هون بعدين نحكي حرف بحرف. آج هاي معناها اليوم. كويس. فآج موسم زي بالعربي. شو زي بالعربي؟ موسم يعني معناها الطقس أو الجو. هيك موسم بقوله. الموسم كيف بنقول الموسم؟ موسم. آج موسم كيسا هي. كيف؟ كيف؟ شو هنا؟ كيسا هي. هي يعني يكون. كيف يكون الطقس؟ يعني كأنه بالعربي بالعكس، الفعل أو علامة السؤال بالآخر. كويس. اليوم موسم، اليوم الطقس كيف يكون؟ كويس. فإذن آج موسم كيسا هي. موسم هذا معناه زي ما حكينا الجو اللي أصغر. كيف هي يكون. كيف هو أو كيف يكون سؤال. هلا بدنا نشوف كيف بكتبوها كمان. طيب كلمة آج أول واحدة قلنا عنها أن حرف شو؟ الأ. هاي حرف شو؟ أ. شفناها من قبل لما كتبنا ألي. ألي مثلا زي ما بقوله أح وأ صارت أ، لما زادوا عليها الألف صارت أ. وهنا حرف الجا. شو هاي الحرف؟ هاي حرف جا، استعملناه بالفيديوهات السابقة عدة مرات. جا جارة هي. شو بروح مثلا؟ جا جاو مثلا بروح. فنفس الحرف جا صارت آج. طيب هلا هنا الحرف اللي وراه بيجي شو؟ موسم. كلمة موسم فهاي هنا كلها مع بعض. أول شيء حرف الماء. هاي الحرف الماء زي ما بنشوفها بالجدول ماء، بس عشان تصير مو بنزيد الألف ونحط لها شحطين يعني زي هيك. الماء. كويس. بنزيد لها آ فبصير ما. بدنا إياها مو فبنحط لها كمان شحطين مو. شو فصارت مو. شو مو اللي هون حرف الس كمان مرة معنا بالأسامي وغيره. والدرس الماضي لما قلنا كيسة كمان نفس الشيء استعملناها. موسم هاي حرف الس. ونفس الشيء هنا بنشوفها في حرف الس وآ. فهاي الس. هاي هون عندنا شو؟ س وآ. س نفس الشيء زي الحرف هنا الس. هنا س على الحل فتحة
هنا س هو أ مع ألف س، فصارت هنا موس س وحرف الأم اللي هي شفناها هون كويس، نفس الحرف هون مو سم، فهاي المه وهاي المه بس هاي مع تشكيل مو كويس، فصارت هاي كلياتها موسم. اوكي هاي هنا كمان شفناها بالفيديو السابق، اول شيء حرف الك بس كثير بيستعملوها بالاسئله، كيسة هيك كون هيك ك هي من هالمواضيع هاي، هون حرف الك كمان بندور بالجدول هون ك، لما يحطوا لها الشحطتين هنا على الحرف نفسه بتكون اي زي بالانجليزي هايت على وزن هايت مش هاي هاي، شو هايت بالانجليزي على وزنها، عشان هيك شحطه واحده هي زي هاي شو راي، بس شحطتين هاي شو هاي كاي 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 سا زي ما قلنا كاي سا يعني كيف هي كاي سا هي، هاي حرف الها كمان نفس الشيء لها شحطتين هاي زي هاي، فكلها مع بعض بتصير اج موسم كيسا هي. بتسأل حدا كيف اليوم الجو؟ اج كيسا اج موسم كيسا هي، يمكن يكون هناك بالهند في معظم الايام السنه خاصه بالجنوب يكون الجو شوب، بقول لك قرمي هي شو يعني شوب شو يعني قرمي غير عن قرم، قرم بس تكون شغله عم تشربها مي سخنه بتقول قرم هي، بس عن الجو بتقول قرمي هي كويس، او تند اذا بارد كيف بتقول تند باني مي بارده. اوكي ونتمنى لكم جو جميل وسعيد، وشكرا على المتابعه ورجاء الاشتراك والسلام.